دلوقتي مع أحلى الكلام وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وبيشرفنا النهاردة المنشد محمد الحسن عشري. هنسمع أحلى الذكر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم كده نسمع بأمر الله عز وجل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا القدوس. قد وجهت وجهي وأسلمت القياد إلى الخبير وإلى السبور في حنين لأحظى بالأمان وبالسرور وفي ساح الجلال وفي ساح الجلال رأيت نورا يضيء القلب ليس كأي مسبحة تغرد كالطيور إلى مولاي إلى مولاي قد سلمت أمري إلى مولاي قد سلمت أمري ففي يدي مقاليد الأمور فيا عوني ويا سندي
جميل. قولي بقى ازاي دخلت الى الانشاد الديني؟ اتجاهك كان بدا ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، اولا قبل ان اسلك طريقي في الانشاد الديني وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فانا قارئ اولا، يعني ربنا يجازي والدي عني خير الجزاء، كان يهتم بي اكثر في القران الكريم بجوار ذلك في الانشاد الديني. فلما فضل الله علي اولا واخيرا وبفضل مشايخي واساتذتي في المعهد الثانوي والاعدادي وفي الجامعه جامعه الازهر، عندما رؤوني اسلك في طريقي في الانشاء الديني فاوصوني بذلك ان اتعلم واحفظ الكثير والكثير وان ادرس على يد المتخصصين في هذا المجال. يعني كان اختيار منك انت في السن الصغيره انك تدخل في الانشاد الديني؟ نعم فعلا. ونميتها بقى لما دخلت الجامعه الثانوي والجامعه. حلو قوي. مين اللي في بالك يعني القدوه اللي خلاك تتحمس للانشاد الديني او تدخل فيه بتعمق اكتر؟ طبعا زي ما انت عارف يا استاذ ياسر، التعمق في الانشاد الديني ده، مصر ربنا يحفظ بلدنا يا رب ويجعلها امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. بلد القراء والعلماء والمبتهلين أيضا. لو رجعنا كده إلى الزمان الماضي الذي ولى، لو وجدنا الرعيل الأول رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم، سيدنا الشيخ محمد عمران والشيخ محمد محمود رمضان والشيخ علي محمود والشيخ البهتيمي والشيخ طه الفشني والشيخ النقشبندي ومشايخ كثير كثير، حتى لا أنسى أحدا منهم يعني بعينه. فالواحد يتمنى أن يأخذ من كل هذه البساتين زهرة. طيب ما شاء الله. كرمك الله. نسمع بقى تاني. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت، بك قد سمت وتزينت لسراك، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك، والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي، أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله، المسك فاح المسك فاح
ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أراه المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. الله ما شاء الله. مواصفات المنشد تبقى أهميتها في الصوت بس؟ هو طبعا أولا لازم يكون الصوت والموهبة، لأن الصوت ده هبة من الله عز وجل، فلازم يكون في المنشد عنده الهبة دي. لما بتتوجد الموهبة دي والهبة اللي ربنا من عليه بها، بعد كده يبحث إن هو ينميها، إن هو إيه؟ ينميها، يحفظ قصائد أكثر ويستمع ولا يحتكر سمعه على منشد أو مداح فقط واحد، حتى يجمع ألوانا من الإنشاد كثيرة، حتى يجمع أكثر من طريقة وأكثر من نغم ويتعلم أكثر ويبرع في هذا الفن. فلازم الموهبة دي مهمة جدا، لكن إذا كان لم يوجد موهبة فلا يصح هناك إنشاد. وطبعا عشان يبقى عنده شخصية لوحدها في الإنشاد، ما يبقاش متأثر بمنشد واحد فقط ويبني شخصية ليه هو. لو هو تتبع أن هو يسمع أكتر من شيخ، بذلك هو في الآخر هيطلع بمدرسة مستقلة ليه لنفسه. تمام. الكلمات بتبقى كلمات لحد معين ولا بتبقى حاجات قديمة؟ لا، الكلمات طبعا هو لا غنى عن عن المأثورات والتاريخ القديم اللي هو المشايخنا العظام رحمة الله عليهم، ولكن على المنشد أو المبتهل إن هو يجدد في القصائد وفي كتابتها أيضا إن شاء الله. يعني للأسف وقتنا خلص، شرفتنا النهاردة، أكرمك الله ونشكرك على وجودك معنا. المنشد محمد الحسن العشري، شكرا. شكرا. وبكده نكون جينا نهاية حلقتنا النهاردة. إن شاء الله بكرة يوم جديد وفريق عمل جديد. مصر جميلة. We'll be right back.